توفي رئيس الوزراء البلجيكي السابق ويلفريد مارتنز ليلة أمس عن عمر ناهز 77 عاما في منزله في مدينة لوكيرين. مارتنز ترأس الحزب الشعبي الأوروبي المحافظ منذ أكثر من 30 عاما، وشغل منصب رئاسة الوزراء 13 عاما، ما تعد أطول فترة لرجل بهذا المنصب في بلجيكا. في سياق التوترات السياسية، شارك مارتنز في الثمانينيات في تطوير الفيدرالية البلجيكية بالتأكيد على تواجد إقليمي الفالون والفلامنكي.